السلام عليكم. منكمل سلسلة حروف الخط السنبلي مع الجزء الرابع، ونبدأ بحرف السين. حرف السين من الحروف الجميلة جدا للكتابة، طبعا هون بيكون في عندنا نزول حاد شوي مثل العادة، بتكون رأس القصبة على نهاية الرأس الحرف وصعود بهدوء، ومن الجيد نتحكم بالنفس. طبعا هاي المساحة تقريبا حوالي نقطتين لنقطتين ونص، هون تقريبا حوالي نقطة. وننتقل لحرف الصاد. طبعا نحن بحاجة لليونة بالكتابة، ما في داعي للتشنج أو الضغط على القصبة بشكل يعني مبالغ فيه. بنفس وتيرة حرف السين طبعا 3 نقاط لحرف الصاد. هاي المساحة ما يقارب نقطتين. يعني يحبذ بهاي المنطقة يكون حوالي يعني نقطة لنقطة ونصف. في هذه المنطقة حوالي نقطة. طبعا في السين من الجيد يكون في نقطتين عندنا هون لكل نزول. أما بالنسبة لحرف الطاء، طبعا عندنا نزول بسيط هون بهاي المنطقة وصعود النسبي ونزول أيضا بنعومة،
مع تحريك رأس القصبة حتى يعطينا الشكل اللي مدبب. طبعا هذه المنطقة حوالي نقطة ونصف. نصف نقطة. وبهيك بنكون خلصنا الجزء الرابع من سلسلة تعلم الخط السيمبولي. ألتقيكم بالجزء الخامس مع أطيب الأمنيات.